الأسبوع، ولكن هذه المرة لازم ترفع الأثقال. راح تطلع جزء من الصورة قدامك وتعرف مين صاحبها. والشيء الأسطوري اللي في هذا التحدي أنه كل مرة راح نزيد الوزن. نبدأ في البداية من 20 ونوصل إلى أعلى وزن ممكن تتخيله. التحدي هذا صار فيه أشياء كثير غير متوقعة. قبل لا نبدأ المقطع، أنا أتحداك يا عزيزي المشاهد إذا أنت عرفت الصورة اللي موجودة واللي عرضينها إحنا. وأهم شيء أضغط زر اللايك وزر الاشتراك وليتس جو. زي ما تشوف الآن عزيزي المتابع، صهيب الآن عنده شنب وعنده لحية، وهذا شيء غريب، وأنا واصل الآن 5 مليون مشترك. شيء عجيب، وشلون عنده هالنبتة اللحية والشنب بهذه السرعة؟ لا 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 لا، احنا الى الان ما حلقناه، وهذا الشيء الممتاز. يوم السبت الساعة 6 راح ابث بث الحلاقة لصهيب. نعم والله العظيم صهيب راح مجهز سيت اب، قسما بالله العظيم سيت اب للتاريخ. والله العظيم انت قايل انك تبغى تنتفني شعره شعره صح؟ لا والله العظيم لا اسويها فيك. لا انا حكيت اني انا اسويها فيك قسما بالله. غير كذا صهيب معروف انه يحب الجانب الايسر الوجه، والله وبالله وتالله لا ابدا في الجانب الايسر ولا خلي الجانب الايمن الحاله وتعامل معها. الساعة 6 يوم السبت تأكد انك ضاغط فولو لحسابي في كيك وفعل جرس التنبيهات، راح ابثها. ابغى الجميع يكون شاهد على هذه اللحظة التاريخية. الشيء الثاني، بما اننا جالسين الان نسوي هذه كلها، الشيء الوحيد انك انت تستمتع في مقاطعنا اضغط زر الاشتراك وتأكد انك ضاغط زر اللايك. هذه الشيئين تدعمنا وتخلينا نتحمس ان نسوي مقاطع لك اكثر واكثر. شوف الشباب هذول كلهم الموجودين، والله العلي العظيم انه كل واحد شفت عزيزي المتابع، هو الشيء الوحيد اللي احنا نبغاه منك هو زرك الاشتراك وزرك اللايك عشان تستمتع بس. واخيرا يا جماعه، بيت الشاورما مقدم لكم اشياء جدا اسطوريه. اليوم معنا يا جماعه اصناف مميزه مره من بيت الشاورما. الاصناف هذه متنوعه ولكن في نفس الوقت لذيذه. ونبدا مع اول شيء، المربع. شاورما دجاج مع خبز التورتيلا وصوص سبايسي مع قطع الهالبينو والبطاطس اللي تجيك طازجه مع خس وصوص اوريجينال. طبعا يا جماعه قبل لا تبدا بالاكل لازم تقول شيء واحد واللي هو بسم الله. واه لهوي تحسبون خلصنا؟ لا لا لا، شوفوا الوجبة الثانية، كرنشي شاورما الدجاج المقلية والمقرمشة في نفس الوقت مع الصوص الخاص ببيت الشاورما مع إضافة صوص الجبن. هذه كرنشي، بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما أدري إيش يفكك من كرنشي. كرانشي لذيذة لذيذة لذيذة، ما في الا قطعة واحدة يا جماعة. كاساديا شاورما دجاج او لحم، خبز التورتيلا وجبن الموزاريلا والجبن الاصفر وصوص الباربيكيو مع البصل المشوي يا حبيبي مع البطاطس والفلفل الاحمر. يا رب يا كريم. بس اول ما تسوي لنا بسومة يا عزيزي. هذه لقمة العالم. بسم الله. هل تحسب ان انتهينا؟ لا ورب الكعبة، عنديكم وجبة زيادة. ايوه بيك شاورما، بيك شاورما، شاورما دجاج او لحم برضو بخبز التورتيلا وصوص الاوريجينال يا حبيبي بإضافة صوصة اللوملا مع البطاطس الطازج يا عزيزي وخس، واضف فوق الخس صوص سبايسي. يا معين عيننا على البيك شاورما. طبعا يا جماعة بيت الشاورما عندهم تطبيق خاص فيهم موجود في الروابط تحت، وشلون تقدر تحمل التطبيق اضغط على الرابط وراح يتحمل معك. ولا تنسى انك تستخدم كود B7 عشان يعطيك الخصم. اهم شيء لا تنسون الرابط موجود في الوصف، لا تنسون تدخلون تحملونه. ليش مطبلين؟ اول شيء راح نبدا بالثقل الطبيعي العادي، اتوقع الجميع راح يقدر يرفعها. العشرة كيلو الجميع راح يرفعها باذن الله. ولا على طول ننتقل اللي بعده، نضيف على طول 20 كيلو. لا 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 10 كيلو ابدا. 20 ضف 20. لا 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 قالها رجال ضف 20. عمر عندك ولد 20 ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 اقصد اللي بعده. لا لا على طول نبدا ب 20 يا جماعه. اول وزن بسم الله الرحمن الرحيم راح نبدا فيه من اليسار من عند طلال. عمري ايوه يا فيروسه. ما راح نفتح التلفزيون الا متى؟ لا لا التلفزيون ياخذ 10 ثواني عشان يشتغل. ما في مشكله، لازم يفتح التلفزيون لازم تجاوب. ايه طيب بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 بسم الله. ارفع 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 بسم الله. يا عمري يا عمري هذا مين؟ هذا مين؟ نويسر نويسر مدري. لا
إجابة أخيرة؟ لا لا في إجابة أخيرة؟ إذا نزلتها إذا نزلتها خلاص. واحد قديم واحد قديم واحد قديم. والله صعبة ذي. خذها مني واحد قديم. والله صعبة مرة. خذ يمكن جنبك يمكن جنبك. لا تعلم لا تعلم. يمكن جنبك. اسكت. إيه. إيه دحمون متوسط. أبو نوح. أبو نوح. أنت نزلها إذا نزلتها خلاص. قل إجابتك ونزلها. يا أخي اليد ما أعرف يد مين. قل إجابة ونزل. اسمع يد كيوت. أبو نوح يد كيوت. أبو نوح. أبو نوح. إجابة. إجابة غلط. مين الإجابة؟ احمد شو كيف يا اخي والله صعب والله صعب يعني وهو اذكى انسان بالعالم مره والله اني يدي هنا طالعه كيوت طيب اسمعني والله العظيم انا مو اللي مطلع الصور وانا بشارك معكم انا بشارك معكم دحمون تستهبل يا دحمون دحمون قال هذا اصعب تحدي صور راح تواجهه لي خله ايه احمد شو يلا بس العب والله انك قلت يا اخي ذكاء طيب اول شيء يا جماعه عشان نوضح لكم الفكره المفروض ان ما يعلن مين اسم الشخص اللي في الصوره وينتقل للسؤال اللي بعده ولكن في هذه الفقره فقط عشان نوضح لكم الفكره وشلون تصير اللعبه المفروض انها تنتقل للسؤال اللي بعده راح نغير لك الصوره ما راح نطلع لك احمد شو جاهز بسم الله الرحمن الرحيم 3 2 1 ارفع ارفع شغل الصوره ايزي ايزي القط بسم الله هذا مين هذا مين كريستيانو رونالدو اوه كريستيانو نزل صح ايوه يا عم والله يغش والله مو بيدي والله يغش يا اخي وراك تشوفني وتقول لي انا كني اغش وحط انا صح بقطع بس انا مشارك معكم والله بيك انا ما احط الصوره والله بدي بعد بدي صوره سهله والله ما تعرف 3 2 1 ارفع جاهز عزام يلا يلا ارفع افتح ايوه ابراهيم العمري ابراهيم العمري نزل 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 يا جماعه لا لا اذا نزل خلاص اوكي اذا نزل تثبيته لا لا خلاص لا يا عيال من دون غش والله من دون غش تكفون يا اخي مو ابراهيم العمري لا 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 ارفض ارفض نزل نزل لا تقول جواب لا تقول جواب غلط 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 اجلس يا اخي انا بعد لك شوف لا دوري لا دوري لا دوري عرفته لا بسم الله هو جاهي يا ناس هذا 20 دقيقة قول لك عرفته هذا المكسيكي بسم الله الله والله سهل يا عيالي احسد احمد يا عيال ركين كثير طيب وين صهيب الان دورك بسم الله الرحمن الرحيم هي وراكم تشيلوني كنا عاديه يلا ارفع جاهز بسم الله 1 2 3 ولا كانها شيء من هذا الشخص ايش هذا ايه من الماوس يعني لا احد يلمح خلو يلا يا صهيب وقعدين بكره صهيب وقعدين بكره يلا قايل لك عزوز قايل لك مين لك طيب مين هذا قبل شوي جايبين جبهه لا جايبين الفم والله ما ادري يا اخي حتى ريان جاء له فم طيب لا يا عيال يا عيال من دون من دون من دون عرفته نزل قمستك نزل نزل لا نزل. لا انا قايل لك لا شوف جنبك لا نفسك قمستك يا انا عرفته انا عرفته والله صهيب صهيب اني قاعدين متى اصبر نزل ماني مغسل نزل نزل لا والله انت شاف اصبر اي بحط على بتصير بضيف قانون جديد اخر واحد خسر النقطه خسرتها لا لا لازم ينزل لازم ينزل لازم يجاوب ينزل شو اسمه هذا جلوري جلوري اجابه صحيحه ولا غلط غلط غلطين طيب يلا زياده 3 2 1 افتح ايه لسه كده لا يلا ها زياد زياد مين هذا دقيقه يا عيال مو نحيف شوي هو ايوه ونحيف. ايوه طيب اللي ببالي طيب خشمه يا عيال كذا عرفت زياد عرفته انا عرفته ترى مستحيل والله عرفته عادي انا محله لا لا يا عيال لا لا يا والله تفوز عليه اذا يا عيال تخرب الحين خلاص لا خلاص صح يلا زياد بيخسر يخسر العذر طيب دقيقه يا عيال لا افكاري طيب مو احمد شو ايه وش لا ما في غش وش لا لا شوف العيال دقيقه لا ما شوف والله بشوف العيال يقول لي بشوف جينا ابو نوح نزل 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 يا صحيح ولا غلط غلط تعال يا ابو عمر والله تعال تعال بس ثواني سوكي لا ممكن لا والله يسمع يسمع لا يسمع انت يقول انت يلا ابو عمر اول شيء لازم تعرف شيء عندك القصير انت لازم تعرف انت مواجهها ايه اول شيء عمر راح يشوف الفيديوهات هذه بعد 7 سنوات والله تمام راح يشوف سيد انا هذه والله راح يقول ابوي اعاني منها ايه راح يقول ابوي هل هو قوي قادر يشيل الاشياء هذه مو مشكله ثانيه وش هل ابوي ذكي ايوه ها ايوه
افتح يلا بسم الله. 3-2-1 افتح. بسم الله. ابوه قوي عمر، هذه البداية. عمر ابوك قوي. يلا هل ابوك ذكي يا ابو يا عمر ولا لا؟ شوف شوف بقول واحد برميها والله رمي. يلا صراحة رمي بدون رامي. بوسي احمد شو، احمد شو نزل جاب صحيحة؟ غلط. مين؟ غلط مو احمد شو الان. اي انت تعرف وشو؟ تعرف منه؟ والله اني عرفته. قل والله. والله والله اني عرفته والله. طيب انا اقول لك قسما بالله، هذاني اقسم بالله اني مالي اي علاقه بالاسماء الموجوده باليوتيوبرز ولا شفتها، وانه دحمون المنتج هو اللي ماسك الصور كلها، هو اللي مقصقصها وعلى طول ارسلتها يسمون العزام عشان عرفته. قبل لا ننتقل للجوله الثانيه راح نضيف الاوزان. لا تتوقع ان الموضوع راح يكون بسيط. زيد الى كم؟ 40 كيلو. الحين يا جماعه الاوزان اللي اضفناها وصلت الى 40 كيلو. ممتاز. شوفوا الحجم اللي قبل هذا هو اللي كان 10، والحين هذه أضافت 20، فواضح الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. طلال جاهز؟ لازم تعرف مين. دام ان الاوضاع بدت فيها اوزان ثقيله يا لطيف. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طلال باستخدام مساعده. يلا 3-2-1 ارفع. بسم الله. الشخص اللي قدامك مين؟ اوسن. نزل. صح؟ جاوب صح؟ يا عمري والله طلال بجعد. الان طلال عنده كم نقطتين صح؟ المجال اللي بعده لا اي الا لا عنده نقطه الا صح جابه ما جابه. اصبر الليدر بورد، الليدر بورد. الان طلال نقطه، الحين طلال عنده نقطه واحده. يلا دورك الحين ريان. ريان جاهز؟ لا يلا 3-2-1 ارفع. بسم الله. جود جود. مين قدامك؟ هذا وش ذا؟ الله لا يوفقك يا شيخ. هذه قطوه ايوه. لا مين اللي مع القطوه؟ قطوه. اصبر اصبر مين اللي مع القطوه؟ قفل قفل صور قفل قفل الشاشه. اجابه صحيحه ولا لا؟ لا. وش عليك انت؟ وش قطوه انت بعد؟ وش قطوه؟ هذا في شخص مع القطوه لازم تطلعه صح؟ والله اني ما ادري، ما راح اجيب السؤال. لازم تعرف الصوره بالضبط وين فيه. فالادمي مره من متوصي فيه. اعيد؟ لا ما من بتعيد. والله تحدي حجر. 3-2-1 بسم الله شل. بسم الله شغل الله يقلعك. زيادكس نزل نزل نزل. إجابة صحيحة؟ لا. دورك بنوح. الإجابة بسرعة. ما أدري. أنا شايف كمامي. دورك. أنا شايف كمامي. أنا شايف كمامي. لسه لمسة كمامة. دورك بنوح. في بسه والله. بسم الله يلا جاهزين. بنوح لا. وش الصورة ذي؟ آه. أصبر قمطة وش ذا؟ وش ذا؟ هذا وش مين؟ يعني بسه لمسة كمامة. ناصر اللي فوق عينها عين بسه. والله انها بسه نفسها كمامه. ايوه لا جواب جوابي غلط. غلط 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 غلط. جواب ناصر سولي. هاي بسه شايفينها انتم. ايوه انا شايف بسه نفسها كمامه. يا اخي عرفت 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 واحد يو عرفت واحد موسى نظافه. الظاهر انه كان يلبس حتى قطاوه الكمامات. لا لا البسه هذه اللي هي ابيض وفي النقطه سوداء هذه بسه. والله ما بسه. ايش روح؟ في عين بسه يا احول. هذه عين بسه. والله عين بسه. والله انا غلط. زياد وروب. هيه يا جماعه زياد عنده سالفه. انا ورب الكعب انا شاك. زياد انا شاك. يجاوب يا زياد لانه اقسم بالله العظيم لو جبت زياد انا ما ادري شو بتشيلها. يلا بسم الله. قطوه شونك شونك. لا غلط غلط. شلون؟ شلون؟ طب ما بيرفع. خسر النقطه. قل اللي قلت لك. بتعب الفاضي. قل اللي قلت لك. روح. يلا جاهز؟ 3-2-1 مين؟ باري. باري تيو. قطوة. باري؟ هذا أقرب إجابة. باري صح ولا لا؟ صح. أيوه! عمري! 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 ورب الكعبة! أيوه! والله يا أخي جابني مو قطوة! هذا اللوجو الكبير حقه ولوش! أي والله إنها صح! والله شوف قطوة باري. سبحان الله أنا بين اثنين قلت أنا باخذ واحد وتخذ واحد. أنا خذيت شوف أخذ باري. ورني ورني الصورة كاملة. أي والله لا أصلاً هي راح تطلع راح تطلع الناس. اللوجو الجاكور الأسود. والآن 60 كيلو. نعم الجميع الان عنده نقطه الا صهيب وزياد فقط. وركان يا اخي وركان وركان ركان ركان ما تنحاش ما تنحاش. هي سكور بورد. سكور سكور بورد صاحي ما شاء الله. يلا جاهز طلال. واحد ليتس جو. افتح الحين افتح. شفت شلون الان مين هذا؟ ايش هذا؟ نزلها بسرعه. لا 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 نزل. اربعه نزل بسرعه. مين؟ قلب مين؟ ايه ركز معي طلال طلال بعد قول اي اسم. اقسم بالله العظيم انه واضح والله واضح مره. انا واضح
انا عارف انت عارف انا اروح ارفع. انا اسمع الحين بيرفع تمام وشوفها الحين شوفها وش بس انت مروق والله قهر ما ادري مين. طيب والله العظيم انه واضح مره هو ما عرفني. طيب يلا بسم الله يلا 3 2 1 بسم الله. مين هذا؟ لا تناظر ناظر الشاشة. لا تعرف تعرف قول اي واحد قول اي شيء قبل 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 قول اي شيء اي شيء. لا لا داري 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 وقف. لا 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 نزلت نزلت ما تجاوب نزلت ما تجاوب بعد. لا والله ما تجاوب ما تجاوب والله ما كنت ادري والله لازم راحت عليك النقطة ما كنت ادري مشكلتك نظرني ليه؟ عرفت انت؟ اي عرفت عرفت حدك يلا طيب يلا اصبر 3 3 2 1 بسم الله شيل مين بسرعة بدريت نزل عمر بندر يا منحف بسم الله بسم الله سوي زي حقهم هذا مين ما اعرف واضح والله انك تعرفه يا بدر يا والله ما شفت وجهي اخيرا النقطة ابعد بدر انسح بدر انسح ظهري والله اصبر اصبر مين هذا يلا شغل صح صح عليك والله صح عليك شفت كيف تضغط دقيقة صايب ليش تالح قسم بالله العظيم ان اللعبة فيها وساخة اذا انضغطت ابغى انزل ابغى انزل ما ادري مين عندي وقت مره قليل شغل بسم الله بسم الله صار لك زيادي شغل بسرعه بيموت رايد 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 مقلوبه تدري مقلوبه والله صوره ضرني عيني بعينك عيني بعينك الحين عيني بعينك عيني بعينك رايد الا رايد مقلوبه الصوره صح الحين عزوز يا انك تصير الاول انت عزوز جاب نقطه ايوه لا ايوه وراك بجيب باري 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 3 2 1 بسم الله سيب صوره يا غصب نلعب دحومي 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 الفيديو كليب حقه ايوه دحومي الفيديو كليب حقه ايش دحومي هذا وقف وقف الويسر الويسر لا دحومي ترى تسال وربي دحومي يا انبسط وقف على اساس انك غلطان ايوه جاب قهر يلا يا طلع عزيزي قول خله 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 ايه لا 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 اسمع اسمع وزن والله كذا كفايه والله وزن كذا خلاص بنرفع بنرفع زياده يا جماعه الان 80 كيلو هو 80 كيلو اللي اضفناه كاوزان ولكن مع البار صار 90 كيلو تمام يعني البار محسوب 10 كيلو من البدايه يعني ولكن اشيل ادمي يعني ولكن مع الاوزان الاوزان اللي اضفناها 80 كيلو ممتاز ممتاز طيب يا جماعه اللي يبغى ينسحب من حقه وابسط حقوقه عشان ابسط الموضوع لنفسي ابسط حقوقك اذا تبغى تنسحب بسيط زياد وضعين وياك ممتاز لا لا حبيبي انت الحال بالله عليك عمري عمري يا زومبي طيب الحين دور طلال طلال بسم الله شيل سهل من هذا مين هذا لا لا شو اسمه مدري هذا خلاص ما جاب يا اخي ما اعرف اسمه والله اعرف شكله بس ما اعرف اسمه انزل والله لا 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 في واحدة بسكت هنا في واحدة بسكت هنا في واحدة بسكت هنا ايش دخل هاي سكت زياد يلا 3 عزام يلا 2 1 بسم الله اصبر هجت معي اصبر 3 2 1 القف سمين نزل صح عمري رب الكعبة يا اخي رهيب مات اطلع لسان اسمه مو بالي اسمه ادري سبيد انا والله حسيت واحد ثاني قسم بالله 3 2 1 ليتس جو ركض ليتس جو ركض ايش يلا يلا بدر ما ينفع اضحك وشيل ما ينفع يا اخي ما ترى صوتيه يا اخي 3 ركانت تستطيع ركان 2 1 بسم الله هذا مين الله عارف اللي سافر اليابان عشان اكل سرق ايه مين دبي عمري
لا 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 والله وحول والله وحول. هل معقول مقطع يصير اول واحد تنسحب؟ والله يا عيب رب الكعبة عيب. كارثة كارثة يا ولله. يا اخي انا والله العظيم اني شغلة الهوست عندي كويس. ليش ستشارك مقاطع؟ والله كان ما شرط تحس غلط يا اخي والله. حب متابعينك ما رحيم. واحد اثنين ثلاثة. لا والله لا والله لا والله الصوت هذا الصوت هذا والله حتى تحول تحول ثقيله والله ثقيله مره وشو اقدر اشيلها والله شيله 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 والله شيله من نو والله هنسحب اقسم بالله ما اقدر ما عندك ما عندك يلا صايب والله ما قصرت تحيه والله ما اقدر تحيه تحيه ابو نوح يلا صايب هدي ما شاء الله وشلون كذا صح يا اخي وش دي اشياء سهله غلط 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 يس غلط اول شيء غلط والشيء الثاني والله اسمه صار مختلف ملصلص ملصلص هذه اكله يا ابوي سهله يا ابوي قاعد يهوج يا ابوي قاعد يهوج شلون انا اول انسحب ويسكر اللي بعدي معرفه معرفه شوف واحد اثنين بسم الله بسم الله شفت ما تتحرك يلا ماشي قاعدك بطيح شفت الحين تخيلوا ما ننسحب ما اقدر والله ما اقدر ولا الاخير والله صعبة والله مستحيلة طبعا عندي مشكلة حطمني صهيب على ابو عمر ما اعرف من هو شلها عمر على الاقل عمر يشوف انه ايه اسال عمر ايش هذا ممنوع هذا ليش تخوفني والله اي والله تخيل الان ولدك بالمدرسة معصية قاعد يقول شوف هذا ابوي والله حطك شنو اخذها وانا هذا ابوي ولا امس هذا ابوي هذا ابوي شوفوه هذا ابوي عمر اسمع لو ما شلتها تراني مصاب اي صح لا لا ايوه ايوه رفعتها ولا رفعتها يعني حتى منسحب منسحب ورب الكعبه انسحب ما اقدر والله منسحب الآن يا جماعة أضفنا 100 كيلو نعم ممتاز بس الأوزان 100 يعني 110 الآن يا جماعة راح نذكركم بالنقاط طبعا في المرتبة الأولى وبكل شرف القوت ريان القوت ريان طبعا يتعادل معه ركان نفس النقاط متعادل المركز الثالث يجي طلال يا جماعة ورب الكعبة ان طلال صدمني وزن طلال 63 اذا وصلنا 100 كيلو طلال الاجابة حقه على السؤال بنقطتين وفي يجي يصير الاول بتصير الاول على طول يعني هنا هنا لحظة انك تقرب النتيجة صح نسيت المركز الرابع الباقيين كلهم نقطة واحدة صبر بقول لكم شيء اول شيء ما ضغطوا زر الاشتراك هذا ضروري انك تضغطه بس اني ذكرت شيء ثاني فعلا صدق صهيب الى الان ما طلع برا المنافسه يعني صهيب ورب الكعبه انه بيوصل معهم الى 200 كيلو ماشي معكم ما شاء الله ما شاء الله عشان تعرفون بس اوضح لكم شيء اذا وصلت الصوره الى صهيب راح تتغير الى صوره ثانيه 3-2-1 خلاص خلي هذا خلاص 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 ثقيل عاد ثقيل طلال وين يشيل وخر لا 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 وخر وخر بس خلص بسط الموضوع بسط الموضوع انا 80 ما اقدر اشيلها ولا شو ذكر زياد ابي اغنيه حماسيه حق الحماس دي درم مستني درم ثقيل شوي ضياء خلاص وش العظمه الان يلا ضياء والله علم يا ربي وحش
إجابة غلط. ربي وحش إنك شلت. والله إنك وحش. إجابة غلط. إجابة غلط. شلته ولا لا؟ غلط. إجابة غلط. شلته ولا لا؟ إجابة غلط. إجابة غلط. شلته ولا لا؟ إجابة غلط. إنقلع. لا. بس شالها معناه ما أنسحب. ما أنسحب. إيه شالها ما أنسحب. ثلاثة اثنين واحد بسم الله شيل قل بسم الله أخو رجال القط أي والله إن القط قط القط قط أيوة شالها مين أبو فلة صح عليه إجابة غلط الله يقلع عليك إيش يا سيد طيب صب 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 وش الجواب أسر طيب لا شلت سيد سيد والله كنت بقوله كذاب قسم بالله وجبالي والله مع ان الان صهيب هو اللي بدا في الصوره راح نغير الصوره لانه ما راح تتكرر مره ثانيه فعرفت الان سيد فعشان اللي ما فهموا يفهمون الحين راح تتغير الصوره ولكن الان الوزن يا جماعه 100 100 اللي هو الوزن اللي حطيناه وهذا العصا نفسها دي 110 فالان الاجابه حقت صهيب راح تحسب نقطتين صهيب كم عندك نقطه انت في حال انك جبت الان هذا الجواب راح تصير الاول ولاول مره في التاريخ تصير فايز على ريال واحد اثنين ثلاثه بسم الله شيل مين هذا ابو عبير راح نزيد لا والله تعطي صوره وتصور الوزن لا في حاله في حاله بقول لكم في حال انكم انتم كلكم الثلاثه وافقتوا على انه نفس الوزن راح نبقي نفس الوزن لكن لو واحد قال لا انا لا يا اخي لا اي بس مو الحين بعدها لا نزيد الان والله العظيم ما تزيد لا وقف وقف الدور ما دي من عندي طيب حلو انا ما بديت انت بديت انا ما بديت بصوره جديده لا بس حبيبي الكاميرات كلها ورا اعلق خل الكاميرات تشوف تغير الصوره وش اللي تغير الصوره انه هو اول واحد بدا فيها فهمت الان الوزن اللي احنا اضفناه كاوزان 120 ولكن مع البار يصير 130 ممتاز الان لاول مره في تاريخ مقاطع باور جميع واتوقع اليوتيوب واتوقع في تاريخ ريان في اتوقع في الحياه ريان يصير في المركز الثاني الان 130 كيلو بسم الله الرحمن الرحيم جاهز بس صحرك والله حاولت اقسم بالله اسف له هنا اقول يا اسف عوافي والله ريان عوافي قسم بالله انك القط حتى لو ما فزت والله انك القط انسحبت ولا انسحبت خلاص بس انا بقول لك والله العظيم انك شرفت خلاص اي واحد توأم مبروك سعيد بسم الله فوز عليك غصبا عنك اخوك بسم الله شوف شوف اوه ركان واحد اثنين ثلاثة بسم الله اوه كمل فتح الصورة ميسي توت شلت اقسم شفت الصورة فتح ميسي ولا ميسي ايوه ايوه تاريخية الآن تعيشون كلكم يا عيال الآن بينقال اسمي أتصل كم عدد نقاط خمسة لا خمسة أربعة 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 ثلاثة طيب الآن إلى الآن ما خلصنا الجولة حلو بعد ما تنتهي الجولة راح نذكر عدد نقاط أنا ظهري صار يوجعني كذا ما أشوفكم تشيلون والله بسم الله جاهز طيب والله نفس ثلاثة اثنين واحد بسم الله روح اصبر يقولك المصايب طيب ما خلاص مو لازم تتغطى هل هو شاف ولا لا ادري والله لا يا عيال تصويت تسوي تبدي من طلال انا شلت طيب طلال اوكي نرجع رول باك راكا لما شال سوى كذا شال جهه الايسر شال كذا شوي شاف طاع ايه
صهيب بعدين ركز معي بعد ما نزل حتى امس ترى طولت الصوره والله انا رافع ابنوك نزل صح والله انا والله انه متقاربين 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 في الرفع وش متقاربين يب 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 تعادل وش متقاربين الصوره مطوله الصورة مطولة طيب هو رافع مطول طول كنت رافعها؟ ايه اجل اسف صح 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 طيب هذه الجولة الأخيرة على الحين صهيب الحين متقدم بخمس نقاط راه كانت اربع نقاط ما قصرت قسم بالله ما قصرت واثبت واثبت انك بعض الأحيان اقوى من بعض الناس حلو حلو يفرق مشو راكان جاهز جاهز بس ابغى احد يشوف التايمر والله والله نبدا على طول اول اول ما ترفع اول ما ارفع والله العظيم حكم ثلاثة اثنين اصبر لا لا اول ما يصير انت شغل يلا ايه بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة اثنين واحد ارفع بسم الله بديت تايمر وقفته اه يا عيال ثانية هذا ثانية ونص حلو حلو هذا ثانية ونص ثانية ونص ثانية ونص ثانية ونص هذا رفع تفق أول ما رفعها بسم الله الرحمن الرحيم جاهز صيف واحد لا 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 صابة 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 يوم السبت يا جماعة يوم السبت لا تنسون يوم السبت تحليق صهيب والله على كيك يوم السبت الساعة 6 ببدأ تحليق صهيب يلا ابدأ ثلاثة اثنين واحد ابدأ اكثر اكثر ثلاثة لا واحد واصل ثمانية اكثر من جزء من الثواني جزء من الثواني والله بس انه هيومن ايرو بسم الله اثنين واحد ابدأ بسم الله ما شاء الله ثلاث ثواني 2.2 عمري والله عمري صهيب صهيب لازم توصل ثلاثة صهيب جاهز صهيب لقب لقب اقوى واحد يلا بسم الله ثلاثة واحد اثنين اثنين واحد ثلاثة فاصلة سبعة اتمنى انكم استمتعتم مقطع اليوم والفايز معنا صهيب لهذه الحلقه وراكان الفايز المركز الثاني ولا تنسون يوم السبت الساعه 6 بث التحليل لصهيب تمام